سيجيكو. ومن الملفات التي أخذت منا وقتا طويلا وموضوعها نحتاج إليه في ممارسة البنوك التشاركية أعمالها المصرفية من هذه الملفات العويصة ملف التأمين، لأن التأمين عندنا كان كله تقليدي، كله ربوي وأكثر من ربوي، أن فيه يعني استغلال يعني أو فيه ما يسمى بالعقود الإذعانية، يعني يفرض الشيء على المؤمن أحب أو لم يحب، هو عقد إذعاني ليس لك الخيار. نحن أسسنا عقدا تأمينيا جديدا وفق الشريعة الإسلامية، لأنه مثلا في التأمين الذي كان جاريا به العمل في البنوك التقليدية أن المؤمن يدفع أقساط التأمين، وفي نهاية السنة التأمينية تعوض الأضرار إن كانت هذه الأضرار، والباقي كله يمشي إلى الشركة نفسها، إلى الشركة، ولا يعود منها شيء للمؤمنين، للمؤمنين لا يعود شيء. فنحن قلنا لا، هذا لا يجوز، لا يمكن أن تمتلك الشركة هذه الحصص وهذه الأموال وهذه يعني الأقساط التي فضلت ولم يعني يحتج إليها في تعويض الأضرار، لا، هذه ملك للمشتركين، ملك للمؤمنين الذين يدفعون هذا مالهم. فإذا انتهت السنة ولم يعني يصرف إلا شيء قليل وبقيت الأموال الأخرى محفوظة، تبقى في ملك أصحابها، وهكذا وهكذا. ثم كان العقد كما قلنا عقد تأمين كانت يعني إذعانيا، ما فيه رضا، عقد إذعاني وليس عقدا رضائيا. فنحن قلنا، وكان عقد كأنه من المعاوضات، فقلنا لا، عقد التأمين يجب أن يكون عقدا قوامه وأساسه التبرع وليس المعاوضة. فمشاكل من هذا القبيل هي التي أخرت هذا الملف، وهناك ملفات أخرى هي التي أخرتنا هذه المدة كلها. ثم بعد ذلك لما انتهينا من هذا كله وقدمناه لبنك المغرب المركزي، وطبعا في المجلس العلمي الأعلى يعني أرشيف وكتابة عامة تقنية محفوظ فيها جميع ما نقرره وجميع ما نصدره من القرارات الشرعية، وقد بلغت القرارات الشرعية قبل يعني شهرين أو أقل من شهرين بلغت 35 قرار شرعي، يعني في ظرف سنتين من العمل أصدرنا 35 قرار شرعي. وأما يعني الاجتماعات منذ أن بدأنا ف 120 اجتماع. إذن بعد ذلك أصبحت البنوك التشاركية كلما أرادت أن تقدم على معاملة معينة فإنها ترسل إلينا تلك المعاملة لنقول لها هل يمكن أن تدخل فيها أو لا تدخل. فهي تراسلنا رسميا برسالة تسأل فيها عن المعاملة الفلانية، نريد أن نقوم بها مع الزبائن، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فنحن نجيب، إذا كانت موافقة للشريعة نعطيها الضوء الأخضر، إذا لم تكن موافقة للشريعة فإننا نرفض ذلك، وقد نساعدها فنعطيها البديل.